خلينا نروح لحاله اخرى يا دكتور بيتر. مع حضرتك دلوقتي شخص بيقول دايما عندي الم في نص الظهر، وطبعا مشاكل الظهر يمكن اكتر حاجه واخده هنا يعني اسئله واهتمام كبير من الساده المشاهدين، الفقرات الصدريه، ولما بيزيد بيجي لي كرشه نفس. بيقول هل في علاقه وايه افضل علاج؟ طبعا طبعا في علاقه كبيره. احنا دلوقتي عندنا التشست وول او القفص الصدري هو عباره عن ضلوع ماسكه في الفقرات من الخلف وماسكة في الاسترنم أو عضلة الصدر، عظمة الصدر من الأمام. والضلوع دي في ما بينها عضلات اسمها intercostal muscles. لما أكون أنا واحد بستهلك جسمي بدون ما صحح مقابل هذا الاستهلاك، أو بدون ما أعمل تمارين تصحح من الأوضاع اللي أنا استهلكتها دي، العضلات دي بتخش في تنشن أو بتشد جامد أو بتخش في حاجة اسمها spasm بسبب الأوضاع. بسبب الأوضاع الغلط اللي أنا واخدها، اللي هي من الأوضاع اللي مش طبيعية. تمام. فالعضلات دي يعني مثلا هنفترض ان ده ضلع وده ضلع، في عضلات هنا في النص بتشد فبتقفل على الضلوع دي، صحيح، خليها تتقلص. طب انا لما باجي اخد نفس ايه اللي بيحصل؟ المفروض الضلوع دي تفتح كده، فالضلوع تفتح يعني الضلوع تقفل. طب انا اصلا الاكسبانشن ده ما بقاش موجود لان العضلات اللي ما بين الضلوع متقلصه وبتقاوم هذا الاكسبانشن، فيحصل كرشه نفس طبيعي. طبعا بيتعالج. طبعا بيتعالج، بيتعالج طبعا. احنا بنشوف العضلات اللي مشدوده دي فين، وبنبتدي نعمل عليها بعض الوسائل العلاجيه، اهمها المساج العلاجي والتمارين العلاجيه. العضلات دي بترجع لوضعها الطبيعي وبترجع للريلاكسد ستيت بتاعتها او التون الطبيعي بتاعها، فبالتالي مع طبعا مع تصحيح الاوضاع النفس بيرتاح جدا والدنيا تبقى كويسه جدا. وواحده من اهم الفيدباكس او ردود الافعال اللي بناخدها من المريض بعد الجلسات مباشره، هي انا تنفست يا دكتور. لسه كنت اسحق ده بعد اول جلسه ممكن يحس بتحسن. ده المريض ممكن ما يبقاش عارف ان عنده كرشه نفس من كتر يعني ما هو اتعود على ده، خلاص هو نفسه بقى قصير ما فيش ياخد السيشن نفس اوسع من كده. دي حقيقه. ياخد السيشن جلسه بعد الجلسه انا حاسس ان انا بقالي كتير ما خدتش النفس ده. يعني النفس ده ما كانش بيخش قوي كده، يعني انا كنت دايما النفس بتاعي شالو قصير بسبب التنشنه. طبعا طبعا. فلا يعني اكيد طبعا ده عرض اساسي في مشاكل الفقرات. بشكرك. وبالتالي لو حد النهارده فعلا حاسس بده، يبقى هو في ناس كتير ما عندهم مشكله ومش قادرين يحطوا ايديهم عليها زي ما حضرتك قلت، تعود. صح. خليني برضو اروح طبعا تاني موضوع الظهر، العمود الفقري زي ما قلنا كده واخده نصيب الاسد معانا حالاتنا دايما. شخص بيقول هل يوجد علاج لانحناء العمود الفقري؟ يمكن مكرر، بس برضه هنا شخص بيقول يمكن برضه نفس فكره القعده اللي مش مظبوطه، الانحناء اللي ممكن يحصل. واضح ان هنا ما فيش الم، لكن واضح ان هنا السبب او العرض اللي عند الشخص هو انحناء. المشكله دي مكتسبه ولا مولود بيها؟ في كده وفي كده. ممكن يبقى طفل او طفله مولودين عندهم مثلا انحناء ده بخمس درجات في العظم، مع استهلاكه لجسمه بشكل مش سليم مع الوقت الانحناء ده ممكن يزيد ل 10 درجات و15 درجه و20 درجه. بيتعالج؟ بيتعالج. ايه اللي بيتعالج؟ الدرجات المكتسبه. ان احنا نرجعه لحد خمس درجات اللي هم اللي فيهم البوني بلوك، خلاص ان هو عظمه كده. الدرجات الزياده اللي تم اكتسابها نتيجه الاستهلاك الخاطئ بدون تصحيح، ده اللي بنعالجه. طب هو اعراضه ايه؟ اعراضه كتير جدا. في البدايه ممكن ما يبقاش فيه اعراض يعني، وتبان اكتر في 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 مرحله البلوغ، سواء بقى في الولاد او البنات اكتر كمان. الام تشوف بنتها وهي بتغير تلاقيها معوجه. يا بنتي اعدلي نفسك. لا ما انا تمام يا ماما. لا يا ماما في، تقوم تحس ان في حاجه، تاخدها تعمل لها حاجه اسمها هول سباين اكس راي، تاخد اكس راي على العمود الفقري بالكامل، نكتشف ان في انحناء في العمود الفقري والبنت مش حاسه بحاجه. طب ما اكتشفناهاش، هنعرفها بعدين بعد كام سنه بس بالاعراض.